وش بتخير ان يفتح الله لنا الجد سبيل الله. والله ان يفتح الله ذلك. اللهم افتح لنا وافتح لاخواننا وانصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. الحمد لله والشكر لله. من قتل حتى لا يستبيح احد فوق ارض الوطن. الوطن لا بد يكون لله جل جلاله. نعم، ما انت لو قتلت الله يعني من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، لكن اصلا لابد ان تكون ايش لله جل جلاله. يستدل بالحديث ده ويقول لك انا بقاتل عشان محدش يحتل الوطن. ماشي ممتاز، ولكن لابد ان تكون يكون جهادا في سبيل الله لازم، لان الارض اصلا ليست اصل قتال. احنا لو جم علينا وقالوا طب احنا ممكن نسلم بس سيبوا لنا الارض، سيبها له اديها له يرتع فيها، والمهم انه يسلم واحد لله جل جلاله. فده المقصد الاسمى. عشان كده ما يجيش بقى مفتي يفتي يعني الله يرحمه بقى ويقول احنا بينا وبين اليهود الارض، لو عطونا الارض خلاص حبايب حبايب وقرايب مش اولاد عم، ها كلام بطل. الذي بيننا وبينهم قتال مرير، لانهم يقصرون بالله ويسبون الله وان تقصرون من حقي وقدسيتي، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وان تقصرون من قدري، يكفرون أهل الإسلام ويستبحون أعراضهم أموالهم. كل هذا بيننا وبينهم عداوة لا تنتهي إلى يوم الدين، مش احنا نلعب على بعضنا. ولابد أن تكون من دولتين آمنتين محبتين، كان ده تقوله عند أم إبليس، فاهم حضرتك؟ لا يمكن أن يكون في واقع الناس ولا يكون في واقع، ما في ولا هتجد آمنتين حبيبتين. فين أصلا هم بينتقصوا من الله بيسبوه وينسبوا له الولد؟ هنحبهم على ايش اصلا؟ هنسالمهم على ايش وهم كفروا بالله واحنا عايشين في الدنيا دي عشان واحد لله جل في علاه؟ فهمت القضيه فين؟ عشان كده قلنا لاخواننا المساله مش مساله القدس بس، القدس جاي تبع مش اصل. الاصل انهم كفروا بالله، الاصل انهم يسبون الله ليل نهار، الاصل انهم يسبون النبي ليل نهار. ده الاصل، مش الاصل التراب الغالي. ده اللي خلى بقى الناس اللي بتميل للتراب الغالي ولا ليها عينه بدماء السوريين ولا دماء اليمنيين ولا دماء اللبنانيين، كل ده بره. ليه القدس؟ الله 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 الله، ايه اللي بيحصل؟ احنا كل الدماء واحد. وبعد احنا اصلا المفروض الصرخه اللي احنا عاملينها دي اشد تكون على الكافر ابن الكافر الموجود في سوريا. ده الصرخه تكون اقوى على الكافر ابن الكافر اللي في سوريا، اللي الناس بتحسب انه من المسلمين ومنهم من يسعد على الله. لا احنا، وطبعا تركي غضبان، تركي زعلان، الخنجر المسموم في ده في ظهر الامه الاسلاميه. ها يزعمون اننا نتالف مع اخواننا المسلمين مع العلويين. الله الله الله، انت جبت السوريين عندك ليش بقى الان؟ طبعا انا لا اتكلم ان هو لي امر ايضا وسمع الطاعه له واجبا، لكن ايضا نحن نتكلم عن امر عام. طب السوريين الموجودين هناك دول اصلا بتعمل فيهم ايه ده؟ اما انت اصلا رايحين تقولون اخواننا العلويين. طب اخوانكم فين والناس المطحونه اللي انتوا جبتوها عندكم جبتوها ليه؟ ها؟ علوي النصيري ده اكفر اهل الارض. اذا كانت الشيعه اقسام اكفر اهل الارض هذا الكافر ابن الكافر الموجود في سوريا. الله ينتقم منه وممن عاونه وممن رضي به وممن ساعده. الله ينتقم منه شر انتقام. اللهم انتقم منه شر انتقام. اللهم انتقم منه شر انتقام. تعلمون ماذا فعل بإخواننا في سوريا، بأطفالنا وأمهاتنا وشيوخنا وعجائزنا، ثم بعد ذلك يبتلون بدواعش يمتلكون أمرهم. طبعا دواعش بقى هنا حسابات سياسية أيضا مع الغرب والشرق، وممكن كل أطفال سوريا تباع وكل سوريا تباع أيضا. دواعش دواعش ودواعش قال فيهم الإسلام كلاب أهل النار، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. فالخطر داهم، الخطر داهم على كل الأمة الإسلامية، لتنتبه الأمة تستيقظ بما يحق لها. الأمة من 40 سنة مستعبطة. 40 إيه ده؟ من أيام الخلافة العباسية أمة مستعبطة. الوزير الكافر ابن العلقمي ها ونصر الدين الطوسي هم الذين أوزعوا لهولاكو أن يستهدف بغداد. أمة مستعبطة، خلافة عباسية كاملة مستعبطة، الخلافة العثمانية مستعبطة بالصوفية، ولذلك الله هدها. أطول خلافة هي الخلافة العثمانية 600 سنة ذهبت بها من سوريا. لما؟ لخراب العقيدة. عشان كده دايما أهيب بإخواني في فلسطين وفي هناك أقول العقيدة. إخواننا في سوريا كنت أكلمهم دائما كان من يتصل بي أقول له العقيدة العقيدة استتم الأمر. هذه أصالة المقدمة التي بها النتيجة. خلافة العثمانية قلت تجزرت
وفيها أساطير ما فعل محمد الفاتح، ما فعل سليمان القانوني، فيها أساطير ما فعل عثمان حقا، لكن إيش اللي حصل؟ قدمت على عروشها، وده زنى بالكلب، ما يسويش كلب، زنى بالكلب أتاترك ها هدم كل ده ليه؟ عشان عقيدة خاربة، عقيدة خاربة تملأوا على تمكين الصوفية في هذا الباب، هم ينشروا الآن يطلع لك أرطغرل أهم حاجة فيه، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وبعدين يجيب لك ابن إيش؟ ابن عربي، كل حاجة ابن عربي، إنقاذ أرطغرل من ابن عربي، إنقاذ أمه مش عارف أمه أمينة ابن عربي، فعايزين يدخلوا الناس في هذا الباب، وهو إدخال هذه العقيدة الخاربة على الناس. هم اصلا اللي اتهموا محمد عبد الوهاب على الوهابيه، الوهابيه هذا ايضا صناعه تركيه من اجل هدم مسائل التوحيد اللي بتهدم عندهم مسائل الشرك في ايه؟ في الصوفيه، يا صوفيا المساجد في اسطنبول مساجد ليش؟ للمظهره، للمظهره. قلت لكم الخراب العقدي الموجود منتشر في تركيا ان هو بيحشد الشباب، الاطفال والشباب من 8 الصبح ل 8 بالليل، بص شوف 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 الصبر على ايش، وتحفيز القران وتعليم التجويد ممتاز، كل هذا ممتاز الحمد لله، وبعدين خرف العقيده، كل ما يعمل طائفه يقوم واخدهم فين؟ للحضره، كل طائفه دي البس بقى الافطان الطويل والطربوش الطويل، مش عارف جايبين الافطانة دي جايبينها منين، طربوش طالع كده كالحروب الانكشارية، طالع طالعة سودة، ما هو طالعة سودة عشان في دخان دماغهم بتدخل، كل ما بيطوفوا ويدوروا دماغهم بتدخل. طيب احشد 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 هؤلاء واجعل العقيدة هكذا، والعالم انيون لا يريدون الا ذلك. يعني مصطفى كمال الترك جعل العلمانية عالمية، او استغفر الله اعلانية اعلنها طيب في كل الدول، ويعني كره ومنع اي صورة اسلامية تذهب، لو واحدة بأشار لابد تعاقب، لكن تركيا الان بتعمي، لا الأشار بتمشي والمطوحة في المسجد ماشي في هذا الباب، يبقى لبس العلمانية ايه؟ غطاء الإسلام، وده أخطر ولا كمال أتاتورك أخطر؟ كده هذه أخطر ولا كمال أتاتورك أخطر؟ الآن أخطر، وده اللي بنتكلم فيه، هذا هذه المشكلة الكبيرة في هذا الباب. فالعقيدة لما اخترت أطول خلافة، لو سميناها خلافة، لأن ممكن نقول هذه ليست خلافة، ده ملك زي ملك معاوية، لأن في ملك عضود، وبعد الملك العضود يكون في إيش؟ ملك جبري، احنا ملك الجبري الان، ملك جبري، لكن شوف بقى هذه بشرط النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الملك الجبري لابد ان تكون خلافه، يعني الدين قائم قائم وقادم قادم رغم الانوف وشهة الوجوه، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، كما بدا فطوبى للغرباء، الله يجعلنا منهم يا رب، الله يجعلنا منهم يا رب. فشوف سقطت خلافه العثمانيه اللي قلنا خلافه تجوزا، سقطت بسبب خراب العقيده. فهنا لما انت تقول لي بقى الان احبابنا العلويين ده لو ما في، لو هم اصلا اهل الاسلام، لو قلنا هم اهل الاسلام لكفاك بغضا لهم على ما فعلوا بابنائك، ان كنت انت مسلم دول ابنائك، ابنائك في سوريا، سوريا اختربت وتشردوا جميعا، وما بقي الا هؤلاء الاسافل الاراذل اتباع نصير العلوي الكافر، وهم يسمون اهل سوريا سوء العذاب. لازم نعرف ان هذه دماء ودماء فلسطين، هذه دماءنا ودماء اليمن، دماءنا دماء لبنان، دماءنا دماء العراق، دماءنا دماء الاحواز، دماءنا الذين يناوئون خميني بصل، الله ينتقم من كل من يتبع امثال هؤلاء الرافض الخبثاء اخبث اهل الارض. الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.